وكذلك من هذه الأمراض ذات الخطورة العظيمة مرض العجب والكبر والخيلاء ورؤية الفضل على الغير، فهي أمراض إبليس التي طردته من رحمة الله وأوصلته إلى لعنته بعد أن كان محسوبا مع الملائكة الكرام، فعندما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين لعنه الله سبحانه وتعالى لعنة مستمرة إلى يوم القيامة، فطرده من رحمته وفضله ومغفرته وأيسه من كل خير لديه، فهو آيس من رحمة الله ومن فضله. وهذه الرحمة الواسعة التي عرفها إبليس، عرف سعة رحمة الله ورحمته وسعت كل شيء، لكنه قنط منها بالكلية فلا حظ له فيها بسبب كبره وعجبه وخيلائه وريائه وسمعته ورؤيته للفضل على غيره. وهذا الذي يصاب به كثير من الناس، فكثير من الناس قد يتواضع في شكله فيكون لباسه متواضعا وهيئته متواضعة، ولكن في قلبه مثل الجبال من الكبر، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال يكون الإنسان في مظهره ولباسه كالجنيد في تواضعه، ولكن في قلبه من الكبر مثل ما في قلب فرعون، فيتكبر بهذا الكبر الذي ليس وراءه شيء في الواقع، هو أصله من نطفة أمشاج وسيعود ترابا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذا الكبر حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال وذرة من كبر، من كان في قلبه مثقال وذرة من كبر، أي قدر وزن نملة صغيرة من الكبر. وكذلك من هذه الأمراض العظيمة الغضب، وقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال أوصني، فقال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، ورأى رجلا مغضبا قد احمرت وجنتاه وانتفخت أوداجه، فقال أما إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به. قيل ما هي؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال أترون بي جنونا؟ فقد نفخ الشيطان في أوداجه فلم يستطع أن يقول هذه الكلمة التي لو قالها لذهب ما به.